الساكت عن حقه، الساكت عن حقه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تأخذن على يد الظالم ولا تحملنه على الحق حملا او لا تأطرنه على الحق أطرا او لا يلعننكم الله. اذا ما وقفناش في وجه الظالم وخدنا ثروتنا منه، احنا عندنا منجم ذهب اسمه السكري فيه 9000 طن ذهب، نصيب المواطن فيه 6,300,000 جنيه، ويقول لي البلد ما فيهاش فلوس، ويوم الجمعيه التاسيسيه بتاعت كامله احجار كريمه جواهر جزيره في البحر بتنهى. الجمعيه التاسيسيه اللي عملوها عشان تختار الدستور دي في البرلمان في مدينه نصر اتكلفت 6,000,000 جنيه اكل وشرب، ويقول لك البلد ما فيهاش فلوس. كتتني راكب عربيه، هي نعم هي عربيه فتح سرور، ثمنها كام؟ مش مليون ونص. العربيه دي ثمنها 4,000,000 جنيه لانها عربيه مصفحه ضد الالغام الارضيه. لو هو راجل بتاع ربنا بجد بقى والاسلام هو الحل، يعمل ايه؟ يبيعها ويركب 28. انا اعرف في رئيس حكم البرازيل اسمه لولا دا سيلفا كان ماسح احذيه، الراجل ده هو كان بيروح القصر الجمهوري بالعجله. بعد 8 سنين البرازيل بقت الاقتصاد رقم 13 واولى دول العالم في تاهيل وقود الحيوان. العدل الاسلام هو العدل، مش الاسلام مش طقوس، مش دقون وجلاليب وعمم، الاسلام هو العدل. فاللي يطبق العدل ولو كان غير مسلم يبقى اقام الاسلام. ان الله يقيم الدوله العادله وان كانت كافره، ويهدم الدوله الظالمه وان كانت مسلمه. احنا اللي بيحصل في مصر ده ما يجيبش السكوت عليه. زحف مقدس في الميادين والشوارع، ننتزع نصيبنا كل القوه دي. لا اخوان ولا ليبراليه ولا احزاب، كلهم ذي الحراميه. الشعب هو صاحب السياده. الشعب مش هيعمل صفقه عشان كرسي. الشعب هيحافظ على انما اي تيار سياسي خاصه السلفيين او اخوان هي على البرلمان يجروا على الرأس. مش هم اللي كانوا بيقولوا الشرعيه من الميدان من البرلمان تجري عليا يا مولانا؟ يعني كل اللي انت بتقوله ده نعم.